بسم الله الرحمن الرحيم. كل الحب والاعزاز والتقدير والاحترام لحضراتكم، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل حين، وبشرف بيكم. النهاردة هنتكلم كاجوال وداعا للكرافت ورابطة العنق والحاجات اللي هي دي. خلونا نتكلم مع بعض شوية من القلب بالحب والمشاعر الصادقة والإعزاز والتقدير والمودة. هتكلم النهاردة، أنا عارف إن اسم الفيديو صادم جدا، وعارف إنه قاسي جدا، بس مش في قسوة مرارة ألم وحزن وكمد الزعيم صدام حسين، ومش في حجم المرارة والدمع والأسى والجراح والخسائر الفادحة والأمة النازحة والجريحة، مش عاوز اقول القبيحة لكن عظيمة بشعوبها، قبيحة بحكامها. 22 حاكم فقد الذاكرة بيحكموا هذه الأمة. عاوز اقول لحضراتكم النهاردة هتكلم عن الفارس والشبل، وهذا الشبل ايضا من ذاك الاسد. هتكلم عن صدام وعدي وقصي، هتكلم عن الارنب، طبعا عارف نفسه حسين كامل، هذا هو الارنب. وهتكلم عن اللبؤه، هو ده اللغه العربيه الفصحى. ادخل بقى حضرتك، والله حضرتك هتدخل على جوجل او على المصباح المنير، مختار الصحاح، اي حد من اصحاب القواميس، قول له زوجه الاسد اسمها ايه، هيقول لك اللبؤه. اللبؤة زوجة الأسد، بس الأسد بتاعها غير نشاط وغير المهنة وغير الجتة وغير الشكل والمضمون، وبقى كده بقى أرنب. لكن الفارس فارس، يبقى فارس، يبقى عظيم، يبقى رائع. أنا عارف إن العنوان قاسي، لكن الحقائق دائما مرة. بعيد وأقول لحضراتكم، من 2003 بتكلم عن الزعيم صدام حسين، مفيش مرة فيها تكلمت عن أسرة الزعيم بسوء، حتى مسكت نفسي فترة طويلة عن برزان وأقبان وسبعاو، مرضتش اتكلم فيهم لفترة طويلة، لغاية ما ليه يعني الزعيم قال لي يعني دم ودمع وألم ومرارة وغصة في الحلق، فقلت ما باليد حيل، وفضلت ادافع ونافح وقاوم واخترع. ما هو السياسة تلات ارباع اختراعات، تلات ارباع ايه؟ 99% اختراعات. واقول بنت القائد العظيم، حتى اللي هي نانا اللي بتقول نانا صدام اللي هي الست بتاعت المانيا، لما كلمتني والمكالمة موجودة، وقلت كيف تتكلمي وتنتقدي وتنتقصي من حجم السيدة الرؤوم، الأم الحلوب البقرة الرؤوب بتاع اللبن الرايب،
وما رضيتش اتكلم ربع كلمه في ست البنات يا شاب، ودخلت دفعت ضريبه 15 شهر بعلمها. خلونا نقول بقى اقل تفضيل اوصفه، بعلمها واشياء اخرى. مش هدخل في التفاصيل. والصبيان اللي هيجوا كما ده بينزل كده، ده صاحب القضاء والقدر المستعجل اللي ربنا بيقول له انزل هات الفريسه من الميه، من تحت الميه. السمك بيجيبه من تحت الميه وعايش تحت الميه. الصقر ده بينزل من فوق كده، ده اعظم طائر وحيوان اتخلق في تاريخ الدنيا والاخره. ده فلدينا جينات من الصقر. اوش ما علينا. الرئيس صدام حسين يعترف عدي صدام حسين شاف راغد صدام حسين ويعدها 15 سنة إلا شهور في وضع ماشين مع حسين كامل بعلم سجدة. خير الله تلفاح أم عدي وأم راغد واحدة بعتالي على الواتساب بتقول لي بقى ربنا يخليك بقى معلش يعني طبعا يتعقنا مني بس يعني كاتبة ايه برقم عراقي يعني ما تتكلمش في احفاد القائد. قلت لها انا لا اجرؤ ولا اقبل ولا ارضى ولا اسمح لنفسي ولا لاي حد يجرح في القائد او عائلة القائد، بس دول مش عائلة القائد. القائد نفسه هو اللي بيقول كده، انت اعلم من القائد؟ تقول لك احفاد القائد. قلت لها لا الرسالة جاية لي غلط، الرسالة دي المفروض تروح لاحفاد القائد وبنات القائد باستثناء السيدة العظيمة حالة. طيب السيد الرئيس صدام حسين كبير في السن وبيقول كل حاجة بحكم شوية حاجات، بحكم ان هو بيحبني جدا، وبحكم ان هو واثق فيا لدرجة خرافية وخيالية بدون سقف، وأنا أكبر من الثقة مش أهل ليها. بس يقول لك ما بتقول لي إيه؟ إن هو نفسه اللي بيقول كده. طيب ما علينا من ده. وبيقول بحكم إن رجل كبير في السن وما بقاش عنده فلترة كويسة، فقال لي أنا هتكلم في واقعتين النهاردة مش للناس، لصاحبة الشام. أنا بكلم صاحبة الشام فقط، المعنية بالشام، عشان أما تلاقي قصتين خارجتين على كل مقاييس الأعراف والفهم والمعلومات تعرف إن المصدر خيالي، فتؤمن برب موسى وهارون. المهم وبعدين الرئيس صدام بيتكلم بحكم زي ما بقول راجل كبير وراجل حزين وراجل واثق فيا وراجل محترم وراجل مكلوم وراجل حس بالضيم والاذى والتمزق
قولوا انتوا بقى في قلبه من اقرب الناس اليه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه 14 و15 من سوره الطوابن: يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين آمنوا أولى من الناس العاديين، يعني إذا كان الذين آمنوا هم اللي مبتلين، يبقى الذين هم عاديين دول يعني مبتلى مؤكد. فإذا كان ربنا بيقول أو معلش يعني مش مستثني الذين آمنوا، ده هم أول ناس هيبتلوا. واحد يقول لك طب هو الرئيس صدام الذين امنوا هو من الذين امنوا ازاي حضرتك؟ اقول له لو سالت الامه العربيه والاسلاميه في العالم كله 70% على الاقل هيقول لك الرئيس صدام من الذين امنوا، و30% هيقولوا لا مش من الذين امنوا، يبقى الرئيس كسبان اغلبيه ساحقه. ولو سالت اهل الدين والفقه قلت لهم الرئيس صدام حسين مؤمن ولا كافر؟ 99% من اهل العلم وطلبه العلم هيقولوا لك مؤمن، لان الايمان ده حاجه في الداخل. الراجل نطق الشهادتين وقال اركان الاسلام: بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت، ايتاء الزكاه وحج البيت لمن استطاع اليه سبيل. دي الاركان، طبقتها يا استاذ صدام؟ نعم. طبقتها يا استاذ انيس؟ نعم. طبقتها يا فلان؟ نعم. خلاص عصمت نفسك بقى. الايمان بقى حاجه داخليه. لما بيعرفوا سيدنا علي قال ما وقر النبي محمد قال ما وقر في القلب وصدقه العمل، النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حاجه في القلب ما تقدرش تكشف عنها حضرتك، ما تقدرش تشكوا عن قلبي. طيب يبقى يا ايها الذين امنوا، يبقى 99% من اهل العلم هيقولوا ان الراجل ده مؤمن. تسألني أنا أقول لك مؤمن جدا جدا جدا. تمام؟ طيب يبقى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فعل أمر. الآية 14 من سورة التغابن: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. واتكلمت أنا في الكلام ده وأنا بتكلم في سورة يوسف أو في سورة البقرة، وأنا بقى بفسر فيها وبتكلم فيها قبل كده. وموجود كل ده. طيب هنا على نفس القناة على اليوتيوب دي. إذا مفيش استثناءات، ما تقولي أصل بنت صدام بقى ومرات صدام، لا ده دول مؤمنين، مؤمنين مين يا عم الحاج؟ مؤمنين مين؟ إذا كان نساء النبي بعض من نساء النبي قطعوه وعملوا معاه مشاكل وقاطعهم شهر. هتجيب سجدة لحفصة؟ لا. مستحيل طبعا. ومع ذلك عملوا مشاكل مع النبي، فطبيعي بقى ان دول اللي ولا حاجه يعملوا مشاكل مع ازواجهم. بس تختلف المشاكل بقى حجمها بقى حضرتك. وتختلف الخطايا والاخطاء. وفي القانون حاجه اسمها ايه؟ مخالفه وجنحه وجنايه. وفي جنايات مغلظه وفي جنايات عاديه، وفي عقوبه مغلظه في عقوبه عاديه، في كل حاجه. طيب قلنا ان الست ساجده هي اللي جابت الاستاذ كان بيشتغل ايه؟ عريف. عارف يعني ايه عريف؟ يعني راجل ليه شرايط كده، زي ما قلت لحضرتكم ان الارنب حسين كامل كان بيشتغل راعي غنم. هيقول لك ما النبي كان راعي غنم، الله لا اله الا الله، هتقارن خائن بسيد البقر سيد الامه على الاقل عليه الصلاه والسلام؟ لا. فالاستاذ راعي الغنم لما جه عشان يبقى مراعيش غنم، والراجل شغال هو واخوه مسؤولين مع اخرين عن حراسه السيده ساجده والسيدات الفضليات بنات الرئيس صدام. وبنات الرئيس صدام وزوجه الرئيس صدام ما بيشوفوش رجاله تانية. هو كده، هو راجل ذكر يعني، وده عيب؟ هو عيب ان احنا نبقى رجاله يعني؟ اللي زعلان من كده يبقى هو يختار طريقه بقى، يغير بقى.
لذلك الرئيس صدام سينتصر في معركته. ليه انا بتكلم؟ لان انا جزء من انتصار الرئيس صدام، من انتصار الرئيس صدام. ربنا بيقول في الايه 51 والايه 52 من سوره غافر بيقول ايه؟ ولان الله يدافع عن الذين امنوا. لوحدهم يا رب؟ لا، والذين اتقوا. اتفقنا ان صدام من الذين اتقوا، من المؤمنين اهو، المؤمنين يبقوا الذين اتقوا والذين امنوا. ان الله يدافع عن ايه؟ ان الله يدافع عن، بيدافع عن الرسل والمرسلين وانبياء. انا لننصر رسلنا. الانبياء اللي ارسلناهم وكلفناهم حق علينا ننصرهم. وفي ثانيه وكان حق علينا نصر المؤمن. لازم، ده قانون السماء، لازم تنتصر ولو بعد حين. طيب انا لننصر رسلنا والذين امنوا، يعني مش لوحدهم حضرتك، يعني تنتصر حضرتك زيك زي محمد وعيسى وموسى ونوح وادم واي واحد من الانبياء دول. ده قانون السماء، بس احنا اللي مش عاوزين نستوعب كتابنا، النظريه العظيمه اللي ربنا نزلها لنا. انا لننصر رسلنا لوحدهم؟ لا ابدا. والذين امنوا امتى؟ في الحياه الدنيا. ما تخافش، هتنتصر هنا. فاكر نفسك هتطلع فوق بس؟ لا لا، هنا الاول وبس كده. لا، ويوم يقوم الاشهاد. ليه؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. انا اسف يا ريس، ما هو اللي هيحصل في الاخره هتقول ربنا انا اسف معلش. قال لك كده، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. انا اسف يا ربنا معلش، انا عملت بوظت الامه وخنت الدنيا ودمرت الموضوع، معلش سامحني. يعني سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، بس قال هنا كده، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا خرابي يا عم الحاج، جرائم دول. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا، مش لوحدهم، الاثنين، الذين آمنوا زي الرسل بالظبط في الحق والنصر والمؤازرة. عشان كده لما بتكلم النهارده انا جزء من انتصار الرئيس صدام حسين، وانا جزء من انتصار الحقيقه والحق مهما كلفني الامر، رغم انف الكلاب والكذبه والدجاجله، سواء كانوا في امريكا او في بريطانيا او في بغداد او في عمان أو في أي عاصمة من عواصم الوهم والكذب والخرافة. أنا ده ما بخافش من حد خالص خالص. لازم أقول حاجة، مش عارف، ما ببقاش عاوز أطول في الفيديو، بيطول غصب عني. من يومين ثلاثة جاتني مكالمة على الواتساب، حد بعت لي، حدايا بعت لي رسالة. أنا نفسي الناس اللي بيفكروا يبعتوا لي رسائل عن طريق أجهزة أو عن طريق أنفسهم أو اجتهاد من ذاتهم أو بتكليف من بعض المميسات، تاني، أو بتكليف من بعض المميسات أو الأجهزة المخابراتية أو الحاكمية أو الفاطمية أو لأي حدية، يعني يدرس الأول. طب سعادتك بعتني لمين حضرتك؟ حضرتك بعتني لمين؟ للحاجة أنيس. صنعته إيه؟ يدرسني كويس وبعدين يعمل معايا كونتاكت على مقاس. إنما للأسف الشديد أغبية بيبعتوا أغبية. المهم إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن لقيت واحدة بعتلي رسالة بتقول لي
قبل ما اقول لكم بتقول لي ايه، اقول لكم احكي لكم حكايه صغيره بسرعه قوي. انا كنت بدرس ثانوي في مدرسه اسمها مدرسه كفر الشيخ الثانويه، محافظه كفر الشيخ في مصر. وبعدين كنت ساكن في حاجه اسمها حاره ماسوره مصوره، مش عاوز اتكلم في العنوان. كان في مكتبه على ناصيتها في وش الشارع كده في اواخر السبعينات، يعني سنه يعني ايه 79 78 77 كده. كان عندي 17 سنه ونص، ما كملتش 18 سنه. ففي مكتبه وفيها بنت فائقه الجمال، مش هقول اسمها طبعا، فائقه الجمال، فائقه الجمال. وانا بقى زي ما انتم شايفين كده، بس كنت بقى رفيع قوي وبقى ورد، كنت اسمر كمان يعني قوي، وما تعرفش بقى يعني منيل بنيله ولا كويس، بس بعجب الناس يعني مش عارف ليه يعني. المهم فالناس بيراهنوني، بيراهنوا بعض، بيقولوا تعرف تجيب فلانه، تعرف تعرف تعرف. فقمت قايل لواحد، قلت له انا هجيبها، انا اسف يعني قصه بقى، عيل كنت عيل بقى يعني 17 سنه وشويه، تجيبها ازاي؟ قال لي ما حدش بيقدر عليها، دي ما حدش بيقدر عليها. وبعدين انت شايف اللوحه، ولا الموناليزا ولا الجيوكاندا ولا ام فتحي ولا اوعى وشك ولا الكلام. قلت له طب اديني مهله اسبوعين، قال لي خد سنتين. قلت له لا خليها اسبوع. قال لي ثلاث سنين. قلت له خليها اربع ايام. اقسم برب العزه فوق العرش وانا مشيت اللي سميت الامور بمسمياتها، بس اكيد دلوقتي بعد ما قلت اسم الحار الناس اللي هناك هتعرف. قلت له حاضر. أربع أيام، قال لي بقول لك أربع سنين. قلت له حاضر. بيت بالليل، صبحت الصبح وهي لسه بتفتح، وأنا قمت لابس وقمت خارج رايح داخل عليها على طول. أول واحد بعد ما فتحت ودخلت زهلت لقيتني داخل. هي طبعًا بتشوفني، يا يعني أستاذة رائعة محترمة جدًا، قمة الاحترام، أقسم بالله قمة الاحترام. فبتشوفني انا بقى واقف مع الشباب، هم بقى بيلطشوا لبعض بيكلموا بعض. عندنا انتباه طول عمري لا احد يجي يهزر معايا بايده ولا بلسانه بشكل خارج، يعني يجي يقول كذا كذا. هم كانوا بيتكلموا، معرفش انا ايه اللي دخلني، وقلت لهم طب انا اجيبها لك. اهو الشباب قد بقى اكبر مني بشويه. فقمت داخل قايل لها ايه كل ده عشان اقول لكم الحكايه دي، معلش سامحوني انا اسف. قلت لها صباح الخير. قالت لي نعم صباح الخير. اي خدمه؟ قلت لها انا عاوز ظرف جواب. قالت لي واحد؟ قلت لها واحد بس، انا هستخدمه فين؟ ما انا هجيبه لك تاني. قالت لي نعم؟ قلت لها اه، انا هكتب لك فيه، انا شفتك في الحلم امبارح، انت ما نمتنيش امبارح. اقسم برب العزه فوق عرشي. انا بقول لكم القسم، لكن ما قلتلهاش كده لاني كذاب. قلت لها انت كنت معايا في الحلم امبارح، بس حاجة محترمة مش حاجة سيئة. فيبدو لأني كنت بفكر فيكي بشكل مش عارف، فخليني أكتب ده وأصيغه بشكل محترم. ما أعرفش مش عارف، وتساعديني على تفسير هذه الرؤية أو هذا الكابوس، أنا مش عارف. بكلمها بقى بجدية بأسلوب جيد بأسلوب لبق، فطبعًا لا تملك غير إنها تقول طبعًا يجب إن أنا أساعد حضرتك إن شاء الله، نجتهد فلنجتهد جميعًا ولنذهب إلى يثرب. عندي 17 سنة وشوية. وطبعا جت يومها. يومها بالليل كانت بتقابلني خارج الاريا بتاع المنطقة. بعد ما خلصت الشغل. أنا رحت فعلا وكتبت لها الجواب، أنا كتبت لها الجواب، أنا لما أكتب جواب خلاص لازم يحدث انطباق للسماء على الأرض. لازم. فبجت. فسلمت فورا. ما رضيتش، قعدت بقى رحت بقى اخبط على زميلي واقول له الموضوع خلص النهارده، وبعدين قلت عيب ليه كده؟ اقسم بربي قلت ابدا، لاني احترمتها جدا، قلت اروح كده عشان اقول له رهان ايه الكلام العيالي ده؟ كل شويه يقول لي يا مهزوم، اقول له هزمت الكلاب، اني اعترف. لغايه بقى ما ايه؟ بقت فضحتنا بجلاجل في المنطقه، يقول لي معقول؟ اقول له اسكت، خلصت الموضوع، ودي قصه كبيره هبقى اتكلم فيها بشكل محترم بدون اسامي بعدين وانا بتكلم في حياتي.
ان شاء الله. تقوم جالي بقى واحده يهوديه اسرائيليه بعتلي رساله من يومين ثلاثه تقول لي انا مش عارفه انا حلمت بيك ازاي. قلت لها الفيلم ده انا شايفه وانا عندي 17 سنه وعامله في الناس يا جدعان، يتعمل فيا يا بت. وقمت عامل لها حظر بعد ما عملت لي مكالمه صوتيه بقى واتكلمنا، والمكالمه مسجله كامله غير منقوصه، بس هي برضه صايعه يعني متكلمه كلام يعني اقصره اقصاه يعني. طب انا فاضيه بكره بالليل نتكلم براحتنا. قلت لها لا صعب بالنسبه لي، صعب ومستحيل، ما عنديش وقت. كفوا ابعتوا الف عروه من عراويكم. عطر ابن شداد كان بيقول له كده، ببعتوا الف عروه، عروه بيشتغل عنده خدامه لغايه دلوقتي بعد ما مات عنده. المهم فالرئيس مؤمن جدا عشان كده سينتصر، والمكان الارنب حسين كامل مؤتمن هو اخوه صدام كامل على السيده ساجده، والبنات القاصرات اللي اكبرهم مواليد 1983 اللي هي ال 68 اللي هي البنت دي اللي ما كملتش 15 سنه راوغ، والبنت الثانيه بعدها بثلاث سنين، والبنت اللي بعدها بعدها بخمس ست سنين، يعني عيال بنات صغيرين قد كده، وانت واخوك 30 سنه و28 سنه وشويه تتكتكوا وتعملوا علاقات يا جربيع على اولاد الرئيس القائد اللي هو ابن عمك، يعني انت عمها. انا مش عارف صدام حسين جوزها لهم ازاي، هي اقدار ربنا، هو اتعمى في بصره فعمل كده. المهم فبدل ما يحميهم يخترقهم هو الدنيء الخائن. جوزك اللي انت بتقولي اطلع منك ازاي سونا، طيب عدي صدام حسين ظبط حضرتك، اظن دي بقى نيو بنار الفرن. شوف بص يا راغد انا اقول لك على حاجه، لما تفكري يعني تسيئي ليا لازم تستخير ربنا اربع سنين على بعض، اربع سنين استخاره يوميا، وتستشيري 8 سنين يبقوا 12 سنه، وترجعي تعيدي الكره من تاني وتبداي من اول السطر لغايه ربنا ما يتولاك. ليه؟ لاني ممكن اخليكي تبحثي عن جحر ضب فار تستخب فيه. والله زي البنت بنتي عائشه بالظبط. شفتي بقى في بعد كده بقى يعني في بعد كده عظمة في الوضوح. أنا لا أقبل البيع ولا الخيانة أبدا أبدا. صبيانك اللي هناك في الأردن هياخدوا عقابهم كما أنزل الله في كتاب. المهم بالنسبة بقى للسيد الرئيس، لما يقول ان راغد تضبط متلبسه عدي يضبطها متلبسه، ده بقى سبب الخصومه بين عدي وسيسونا بتاعك، والغرابه انه بعلم امك متلبسه فتاه مراهقه متلبسه من اخوها، وللاسف ما راحش قال لابوه، راح قال لخاله عدنان خير الله. يا ريته كان قال لابوه كان اقيمت الساعه بدري وكنا خلصنا. كنا خلصنا. لكن راح قال لخاله عدنان خير الله. من هنا عدي بقى في خصومه دائمه مع الاستاذ سونا. وعدنان خير الله في خصومه دائمه مع الاستاذ سونا. عشان كده لازم الاخ ده يجي ويشيل كل الكيانات دي من قدام. هحكي لك بقى واقعه تانيه بنار الفرن بقى. ما انا عندي مصادر السيد الرئيس صدام حسين على راسها
وعندي مصادر مقربة من دوائر العمل الأمني والسياسي الكبيرة، على الأقل 8 أفراد من أهم 8 أفراد حول الرئيس موجودين دلوقتي أحياء من خيرة الرجال وأشرفهم وأنقاهم وأعظمهم وأكثرهم احتراما. في مرة وانت عارفة بقى فكرت بالواقع، كنتم في قصر او استراحة الجدرية، وكان صدام كامل وحسين كامل وانت واختك، وكانت حتى حالة موجودة، ويبدو وكانت ساجدة كمان موجودة في نفس اليوم، وكان في حد من المخابرات من رجالة الدائرة الضيقة للسيد الرئيس رايح بيأدي عمله في توصيل شيء ما للحاجات اللي هتستخدموها في نفس الليلة، منها المباح والغير مباح، عشان ابقى مؤدب مش هقول حاجة خالص، مش هتكلم في حاجة خارجة خالص. ماشي، اللي انت بتقولي جوتك ما بيشربش الخمر. جوزك ما بيشربش الخمر يا راغد، ولا بتاع نسوان يا راغد، وهو عايش على الفياجرا. يلا ما عليه ما عليه ما عليه، لما تحب اجيب لك، ما انت عارفه الادله، بس لما تحب ان الادله تشاركك الناس في رؤيتها اديني خبر، او ارفع اصبعك مش صوتك، او حد يعمل وشايه ويقول لي قالت او ذكرتك بسوء او فكرت تحلم بيك ويا نايمه بسوء، هعتبرها إهانة وهخليكي فرجة للعالمين. حلو؟ طيب نكمل الكلام ده. سنة 89 قبل رحيل الرجل الرائع خال أبوكي، ابن خال أبوكي وخالك اللي هو خالك عدنان خيرات، سنة 89 قبل رحيل عدنان خيرات بشهور أو بأي أسابيع، وقال، فكان المفروض عدي رايح الاحتفاء الحفله دي والليله دي والسهره دي والجلسه دي واليوم ده. فجاء حد من عند عدي قال لا عدي مش جاي، الاستاذ مش جاي. فراح احد الرجال حسين وهو بيسبح واخوه صدام في المسبح. انا ما بقولش حاجه يا شابه تقبل القسمه على واحد وربع خالص، لأن مصدر الرئيس للتشريع لم يعدم، اسمه صدام حسين، وفيه زي ما قلت 8 عناصر كبرى أقلها كان بيبقى كتفه في كتف الرئيس. شوفي مين بقى. طيب ف راح قال له الأستاذ مش جاي، قام نازل، كان هو طلع بره كده المسبح، قام نازل المسبح وقام رايح يسبح باتجاه اخوه صدام. فصدام قال له ها عدي جاي؟ قال له طب ومرض؟ الكلمة دي في العراق قاسية جدا، طب ومرض يعني جاله مرض، يعني يضرب دماغه في الحيط، يعني يتفلق، يعني ربنا ياخده، يعني إلهي يجيله مصيبة. مين ده اللي بيقول الكلام ده؟ ده مين اللي بيقول الكلام ده على كوكي؟ الفارس عدي. مين اللي بيقول؟ حتة أرنب. يعني أنا لو أنا واحدة ستي وده جوزي ويقول كده على أخويا وعلى أبويا، لو أنا من ظهر أبويا بجد، أو ما بخضعش تحت الآية 14 من سورة التغابن، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مفيش بعد كده كلام ربنا. ما تعمليش كده. ما ينفعش تعملي كده. ما ينفعش أي حد متربي يعمل كده. المهم. طب ومرض. اللي سمع وراه بمتر ونص بالكتير. وراهم هما الاثنين. وهو بيأدي دوره الأمني عليهم. وفي تبليغ رسالته، وفي ال، هو انت فاكر ان الرئيس بيلعب؟ الرئيس بيختار رجاله، الرئيس بيتعب نفسه في اختيار الرجاله،
لكن الحاجة الوحيدة اللي ما اختارهاش بقمة الخطأ، مش عاوز اقول بقى مصطلح تاني لان ايه بقول له كده، ان هو جاب هذه العائلة الموبوءة وعمل منها من التماثيل دي ناس وجايبهم يعملهم يمسكوا دولة. لا المهم اظن الواقعة دي واضحة. طيب لما تعملي علاقة مع الراجل اللي هو كان يخلفك لما يبقى واحد عنده 30 سنة، يعني لو كان اتجوز لما بلغ عنده 15 سنة كان خلفك على طول، وفي نفس الوقت يعتبر عمك لانه ابن عم ابوك، ده تبقى كارثة سودة. اي نعم انا عارف انت ما شفتيش رجالة خالص، والاخت التانية لا مش اختك، لا اللي هي الماما بقى ما شافتش برضه رجالة خالص، وكل فيها اقعد على طول اشوف يا صدام يا كذا، طب ما حسينه وحلو يا سونه والله واد لذيذ، فسحرها فطنشت فدخلت الغرفه، فدخل حسين اللي مخطط عشان يخترق الزعيم ويتمنصب ويعلى ويصحى، والا يعني ايه يعني الرئيس مختار هو وصدام اخوه لان هم عظماء الكون يعني بناته، لا لان سد عمال ولا بصراحه بقى والموضوع، والرئيس هيوجع دماغه ليه؟ الرئيس مهتم بالدوله وده برضه مصيبه سودة في الحكام، يهتم بالدوله على حساب الاسره القريبه قوي فتبوظ منه، واتفرجت عليه في جوازه مهببه، مش اصل كان في لاف ستوري، لا لان ما كانش في اي ستوري او اي حد لهذا الستوري بناء على الستوريه اللي جابته لك، وهذا عشان بالنص ان شاء الله. اظن كلامي واضح قوي، ولما تعوزي بقى ادله ادللك قوي قوي بقى قوي، بس انا اوعد الناس مش هتكلم في الموضوع ده بعد كده ولا في اي حاجه في الموضوع، لان شيء قاسي وشيء مرير، الا اذا اضطرتني هي على ان انا اقول ما هو اسوأ. لكن فعلا اخر مره اتكلم في هذا الموضوع خالص، لانه موضوع قبيح ومقرف. الرئيس صدام حسين عاوز اوريكم حاجه، الاستاذ الارنب لما عمل رحلة الخيانة بتاعته وراح الأردن عند حسين الخائن، عمل ايه؟ في واحد اسمه رالف إيكيوس، ده رئيس لجنة في الأمم المتحدة اسمها لجنة أنسكوم خاصة بالتفتيش على العراق، مسك اللجنة دي من سنة 1991 لسنة 1997، تمام؟ سبع سنين مسكها، مسك اللجنة دي رالف إيكيوس، لجنة اسمها أنسكوم اللي هي الايه؟ المسؤولة عن التفتيش على العراق. ده غير هانز بليكس في قضية موضوع تاني والقضية أخرى والأمم المتحدة ولجنة التفتيش والكلام ده، بس دي لجنة المسؤول عن التفتيش نفسه. فالراجل ويعتبر ده اقل واحد، رغم ان ده اهم واحد اهو في التفتيش، ده اقل شخصيه سياسيه او شخصيه مسؤوله قابلت صدام حسين كامل في الاردن. يبقى مين اللي قابلوه في الاردن؟ مين اللي خدوا منه معلومات؟ الراجل رالف إيكيوس بيقول في تصريحات سياسية سرية وبعدين عمل لقاء فيها مع الواشنطن بوست، وقال ايه؟ قال انا في يوم كنت رايح بحزم حقائبي ومتوجع على الله رايح اركب الطيارة عشان اروح عمان، بعد ما زهقت تفتيش بقى وعمالين يقولوا لي مفيش ومش لاقيين وما عندكش وما تحاول وما تلاقيش. بيقول في مره لما قابلت حسين كامل، بيقول شفت حسين كامل في مره وانا قاعد مع 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 عزيز طارق عزيز، بكلمه كان نائب رئيس وزراء طارق عزيز، فبقول له
يعني احنا مش معقول يعني عندكم حاجات ولازم تتعاونوا وما اعرفش ايه. فجه حسين كامل ومعاه رشاش كده وحطه وراح رامي نفسه على الكرسي كده بتراخي وقعد يكهكه ويضحك ها 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 ويسخر مني، وحط رجل على رجل في وشي واتجدع على الكرسي زي الست اللي متعوده دايما، وقعد يقول ها 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 ويضحك كده مش معبرني ويسخر مني ويقطع عليا في الكلام. وهو اصلا انا قاعد مع طارق عزيز بتكلم معاه، هو معرفش ايه اللي جابه، كان وزير التصنيع العسكري غير عبد الجبار شنش اللي هو كان وزير دولة للشؤون السياسية العسكرية غير. فقال قبل كده، فقال ايه؟ قال لا بقيت قاعد مش عارف اقول له حاجة. سيادة العقيد، سيادة الوزير، يقول لي ها 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 بسخر منك. خلاص مشي. جيت بقى بعد ما الاخ الحسين ده سافر الاردن، فكلموني بقى، جات لي بقى التعليمات من الامم المتحده، وبصراحه يعني جات له دايركت من السي اي اي في الولايات المتحده، قالوا له توجه الان الى صدام الى حسين كامل في الاردن منتظر. فبقول حزمت حقائب ورحت، بص لقيت موبايلي بيرن، لقيت ببص طارق عزيز. ايوه يا فندم، عاوز ايه؟ قال لي تعالى لي من فضلك نشرب قهوه. قلت له لا ما عطلكش، ده انا طالع الاردن. قال لي ارجوك سيد الرئيس بيقول قبل ما تروح الاردن تعالى اقعد معايا اشرب فنجان قهوه. قال له لا. قال له طب اتغدى اكله حلوه مع السيد الرئيس. قال له ما باكلش دسم. طب اشرب فنجان قهوه معايا. قال لي ماليش. قال له ماليش في الكيف. ما عادش معبرهم بقى. قال قمت رايح بقى هناك للراجل ده. شوفوا قال ايه بقى في الاستاذ حسين كامل جزء الانسه. الانسه خبره بقى، واحدة خبرة تبقى أنسة. لا أنسة رابط. قال إيه؟ قال إن حسين كامل رأيت وجها غير الذي رأيته تماما قبل ذلك. رأيت واحد مسالم وديع منكسر منطوي متعاون إلى أبعد مدى. فأول ما شافني قام سلم عليا منحنيا، بيقول أنا حسيت إن أنا نابليون بونابرت. انا بدي ابص في نفسي ولا حاجه، انا بقيت جنرال يا جدعان. اكون الجنرال ده يا اخوانا؟ قاعد يبص في هدومه، ما هو الجنرال. قال الحكايه هو في ايه اللي حصل؟ اتاري بقى الاستاذ منكسر اللي هو عاوز يبقى زعيم، في زعيم بينكسر؟ هوريكم دلوقتي المفاوضات مع الزعماء بتبقى ازاي؟ دي مفاجاه بقى عسكريه سياسيه مخابراتيه امنيه عاليه. هوريها لكم بالوثائق دلوقتي. بس خلينا اكمل الجملتين دول واوريكم ده وانهي الفيديو. فقال له، فقال كان متعاونا معه، وراح جاي قال لم يترك شيئا لم يمدنا به. لقد كنت اصغر المسؤولين حجما الذين قابلوا السيد حسين كامل. يعني معنى زي ما قلت لحضراتكم، يعني معناها كل اللي قابلوه كانوا بوم 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 اجهزه مخابرات وسياسه و و و و وانقلابات عند حسين كامل. لقد كان منجما للمعلومات وقد صارحنا بكل شيء وابدى احترامه لنا، وانا لا اكذبه، اعتقد بل اجزم أن السيد حسين كامل لم يدخر عنا معلومة. ليه كده؟ لأن الراجل معطاء جدا وباين من كلامه الصدق، ما قالوش ده فيلم من صدام بيضللنا ولا حاجة، كان ممكن السؤال ده يطرح. لكن الراجل عمال يقدم، قال إيه بقى؟ الراجل اللي ما خانش الأمة أبدا ولا أخر العراق ولا دمرها. على فكرة اللي عمله حسين كامل، انت المفروض فعلا يعني نعتذر لامريكا وبريطانيا، لان اللي عمله صدام حسين كامل اسوأ من اللي عملوه 200 مرة، لان هو اللي ادالهم الفرصة. لما حد يدي لحد الفرصة لحسابك تبقى جريمته اكبر، فهو اللي ادالهم الفرصة الكاملة في هدم صدام والعراق والأمة وقوة الأمة العسكرية. شوف صدام والعراق والأمة العربية والإسلامية وقوتها العسكرية.
عملنا بالحقير ده هو اللي عمل ده. وكان أبي مبدعا وخلاقا ومبرعا. قال إيه مستر رالف إيكيوس؟ قال لنا على إن العراق عمل القنابل البيولوجي وعمل غاز الأعصاب زي الخردل والسنين والمعرفش إيه والسارين وال وعمل فيروس الايبولا. يا نهار ابيض، فيروس ايبولا عمل قنابل منه على انه يفجروا في اي حته في اي دوله، الناس اللي تحت كلها تتفيروس. وقال وعمل قال بس انا فجرت جميع الصواريخ دي. من اللي عملها حضرتك يا استاذ حسين؟ سونا. قال انا. ومن اللي فجرها؟ انا. طب انت كنت مجنون وانت بتعملها؟ ولا كنت عميل؟ ولا كنت عبقري ومبدع بتخدم بلدك؟ ولا ما كنتش بتفهم ساعتها؟ كنت بتعمل عمل غلط بأمر صدام المفتري الجبار الكوخة. ما هو انت فين حضرتك لو انت راجل يا سيادة الأرنب ده؟ ما كنتش عملت كده؟ يعني أنا لما قعد يسألني على صدام حسين لما زهقوا دخلت وخرجت اسد، وموجود اسد وهموت واعيش اسد في اي حته، في اي حته. ما بخافش من حد. انت بقى من غير حاجه بالطاقه، والله العظيم قال كان متبرعا بالمعلومات متعاونا الى ابعد مدى. بكل حاجه. طيب، قال حاجه بقى كمان غايه في السريه، الرئيس صدام كان محتفظ بالبرامج بتاعت الصواريخ والمعادلات بتاعت صناعتها وبتاع القوة البيولوجية والنووية والحاجات اللي هو بيصنعها كلها، الأسلحة. ما هو مش من حق الأمة دي إنها يبقى معاها سلاح زي ما الست ميري والست بيري والست روسيا والست فرنسا والست كوريا والست أم برعي بتسلح نفسها، ولا هو إحنا أسر مجانين؟ لا، الأمة مش أسر، بس اللي بيحكموها هم اللي أسر وتحت سن المسؤولية كلهم أجمعين، ما أستثني أحدا قط. ولما أقول قط حط تحتها 100 خط، واللي زعلان يزعل، أصل دي أمتنا إحنا، ما هيش أمة صدام ولا عبد الناصر ولا السادات ولا عامر ولا أي حد، ولا أولاد سعود ولا أولاد جابر ولا أولاد أي حد. أمة الشعوب، فلازم الشعوب تنتبه لده. طيب، انت عملتها ليه طالما انت حطمتها؟ وانا حطمتها امتى؟ يا خطية، ما هو لازم نقول له بقى كده زي ما بيقولوا في العراق، يا واد خطية. يا استاذ خطية، يا انت خطايا، ده انت خطايا مش خطية. لا يجرؤ احد في عصر الدكتاتور، طبعا دكتاتور، وحجاج ابن يوسف دكتاتور، والرئيس السادات دكتاتور، وعبد الناصر دكتاتور، وهتلر دكتاتور، وكل والدوله دي كل الدول بيحكموا بدكتاتوريه. الحكام الاقوياء، اي حاكم قوي دكتاتور صاحب راي. في عصر صدام والحجاج مين في العراق كان له راي او بيرفع صباعه؟ أنا واحد قال لي من الدائرة المقربة للرئيس، قال لي أنا مرة في مؤتمر القمة اللي في بغداد، أنا هو من حرس الرئيس المقربين، قال لي وقفت قدام البوابة اللي هنا دي والرئيس ده، وبعد شوية قالوا لنا إيه تروحوا بقى بسرعة بقى عند البوابة التانية، رحنا عند البوابة التانية لقينا الرئيس داخل تاني، قال لي الرئيس اللي داخل من هنا هو طويل، ده بتاع الحراسة ده صديقي المحترم ده. قال لي كان لقيته اقصر مني، وانا عارف ان الرئيس طويل، لقيته المره ده اقصر مني. لما رحت بقى عند البوابه الثانيه ليه دلوقتي حالا لقيت الرئيس داخل تاني، استغربت. قال لي بس الرئيس المره دي بقى الطويل والاثنين صدام. قال لي واحد صاحبي قال لي يظهر ده الدبل، بيقول لي لغايه اللحظه دي معاك وانا بكلمك دلوقتي ما نعرفش هو فين. ديمقراطية مين يا عم حسين؟ تقدر
انت تقدر اصلا. اقول لكم على حاجه، العراق لو في واحده بتقضي وطرها من جوزها، ما هي الست بقى هي اللي بتقول لجوزها تعالى عشان اقضي وطرك، تعالى هنا. لو قال لها اصل بقى النهارده شويه ساعتين انام، طب وبعدين هاجي، انا كنت في شغل ومجهود، تقول له ماشي انا بكره راح الحزب ان شاء الله عشان ابلغهم عنك ان انت بتغلط على الرئيس. اقسم بجلال الله العلي العظيم، يروح ورا الشمس مدى الحياه، مدى الحياه. ده الرئيس، هو كده، هو ده، هو وضعه كده، هو شخصيته كده، هو حر، له ما له وعليه ما عليه. رجل قوي، رجل زعيم، رجل قائد، رجل كلمته مش اوردر عادي. يعني انتوا لما تشوفوا الاخ ده ينفع يصنع اسلحه ويهدها من غير علم، والرئيس كان نايم، يعني دمرها ازاي؟ ده ما يقدرش ينام مع مراته الا باوردر من الرئيس. النهارده ايه يا ابني؟ لا بلاش النهارده يا حبيبي، يلا يا روح، لو ثبت انه حصل هحاسبك. يروح ينام في اوضه والمذكوره في اوضه، تقول له الليله يا عمده، يقول لها ما عندكيش فكره بقى، اسكتي ما تضيعيناش. فهي واخده قرار، هي اللي خانت ابوها بقرار، هي اللي طلعتها في دماغ السفيده. السفيده لوحده هو كان اقصى طموحه انه يجي ويعمل وكذا، لكن هي دي اللي لعبت في دماغه. هنكبر ونعلى ونعمل ونظبط، ايه رايك؟ مش عارف ايه، كفايه كده قوي بقى، ما هو لازم في يوم من الايام يقف. ما تقف انت اصلا، ما بيقفش حضرتك. قال بالله، اعوذ بالله من الشر دي، ما هو احنا برضه يعني المهم. ف والله العظيم حاجه تجن. الرئيس صدام، فالاخ بقى قاعد يقدم التنازلات مفتوحه كامله للجميع، 7 شهور كامله، الناس طلعه وخارجه وطلعه وخارجه، وخد شيل ودي، اعمل 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 اعمل، قدم كل حاجه كل حاجه، وعملنا صواريخ كذا، وعملنا كذا، وعملنا كذا، وعملنا كذا، وعملنا الياف كذا زجاجيه من كذا، وعملنا صنعنا من كذا، وعملنا صاروخ بعيد المدى 2000 ميل 2000 ميل. ليه؟ الرئيس بقى كان قايل ايه؟ افتكرت الرئيس صدام بيقول لي أنا قلت الأسرار والمعادلات والداتا اللي بناء عليها نصنع بقى في الصواريخ ونزود بعد الاكتشافات والنتائج بقى، النتائج بيقولوا لي نحتفظ بها ازاي يا ريس؟ الريس يقول لي بقى، قلت لهم نحتفظ بيها في نعمل كتب موسوعات للطبيخ ونكتب كده المقادير بتاعت الطبخة بتاعت التشريب. سلام يا عبقري يا جن. كذا كذا مع يد كاف مع مش عارف ايه كده طبيخ. فقال لك ايه ده يا حضرتك؟ قال لك ده اصل الراجل اللي ابو عصام، ها ابو نايف الطباخ بتاعنا، عنده مش ابو نايف يعني مجازا يعني مش راضي يقول بقى الاسرار التركيبه بالظبط، فكاتبها بالرموز يعني على اساس ان محدش، لان يعني ده طباخ الرئيس، طباخ رئاسه، فعامل بيعمل اكل مخصوص للرئاسه فعامله بالرموز. قال يا سيدي مش كده، واد ابن حلال والله. والكتب محطوطه بقى كده ومترميه، وهي بتاعه الايه؟ والجماعه بتوع البتاع اللي هم بتوع التفتيش، ارمي بقى كتب الطبيخ دي في جنب، خلينا نفتش بقى، شيل يا ابني الكتب بتاعتكم دي احسن، تتعصب بتاع الطبيخ دي، عامل لنا كتب طبيخ، انتوا بتاكل ده، انتوا اكيله بقى الله، وتشيل بقى بتاع الاستاذ اللي بتاع الشيف ابو ناديه، شيل الشيف بقى، حاجتش الشيف لما نفتش في الادراك بقى عشان نشوف هل يا ترى حاجه هنا في سيديهات يا ابني؟ مفيش حاجه؟ في صواريخ هنا في المكتب ده؟ يا ابني شيل الكتب دي من قدامي يا ابني دلوقتي. الرئيس العبقري قام خايب الراجع، قايل له
قالوا الكتب اللي احنا عاملينها. وعاد الله ربنا يخليك يا سونا، ربنا يخليك يا سونا، وراح خدوها يا حسونه. فده راجل باع لأمة كامله كامله. الحقيقه عاوز اوريكم حاجه، بقول لحضراتكم الكلام عن التفاوض مع المخابرات والاجهزه السياديه مهم وبيحدث، مفيش مشكله في حدوثه. كل القاده وكل الزعماء بتحدث عمليات نقاش وأسئلة وحوارات وعبارات وكلمات. في الكلام مع السادة الزعماء والرؤساء عن السياسة وعن المعلومات السياسية وعن اللي بيحصل فيها، خطير جدا بيحصل. يعني مثلا مسألة الخيانة، لما تبص للراجل مثلا، يعني بعدين ندخل في الموضوع الرئيسي، الراجل اللي واقف بيبص، شوف الراجل بيبص ازاي لمحمد نجيب، ده عين من عيون جمال عبد الناصر، بيبص على محمد نجيب ماشي. وده الضابط يوسف صديق الطيب المسكين، اللي هو يبقى ايه؟ يبقى جوز بنت، يبقى ابو بنت، ابو زوجة او طليقة المطرب مدحت صالح، ليلى يوسف، يوسف صديق. شوف الراجل بس بيبص ازاي. هنا فرانكلين ايزنهاور، ايزنهاور عنده ناس من الاخوان المسلمين اهو. ده السيد رمضان باشا، احد رجال اللي اسمه سعيد رمضان، احد رجال الراجل اللي هو حسن البنا، جوز بنت حسن البنا، مع مين؟ مع المجموعة الضيقة في لقاء ايزنهاور. ليه؟ دي السياسة ودي الحسابات ودي اللعبة ودي التفاوضات والحسابات والمصالح. فاحنا لما نشوف كده نعرف ان السياسة فيها هات وخد وفيها مصالح، بس ازاي تعطي وازاي تلعب. ده سيد قطب، ما احد كبار رجال المخابرات العالمية، ده الزعيم جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر شوف قاعد ازاي بيتفاوض مع كبار رجال بريطانيا بعد ما قالوا عليه ثورة 23 يوليو. شوف جمال عبد الناصر رافع رقبته ازاي، ده اسمه ايه؟ اسمه رجل التفاوض، فن التفاوض. انك ترفع رقبتك كده، بيقولوا له بقى ايه؟ يا جمال حضرتك ان شاء الله معانا؟ قال لهم نعم، قال له معانا ان شاء الله. قال له معاكوا فين؟ قال له معانا في، مش انت عملت بتاع؟ قال له عملت انقلاب. قال له يا اخي لا انت عملت ثور. قال له انقلاب، انا عامل انقلاب، عاوز ايه؟ قال له كنت بقول يعني لما الانقلاب بتاعك ده يعني اللي هو ثوره، خليه ثوره عشان الناس تحبك. قال له مالكش دعوه، احنا نقول ثوره نقول انقلاب مالكوش دعوه. عاوزين ايه؟ قال له احنا بنقول بقى يعني نبقى حبايب مع بعض. قال له لا انا اللي حدد حبايبي او ما حددهمش، وبعدين نتكلم في المستقبل مش دلوقتي، لما اقعد واستتب وتبقى وضعي تمام نبقى نتكلم. قال له ما احنا الحمد لله انت تمام اهو. قال له لا لما اشوف بقى موضوع يعني شويه حاجات كده وبعدين نتكلم، لسه بقى قدامي شويه حاجات. قال له ما هو شكلك كده هتشيل نجيب. قال له ده مش موضوع نجيب القائد بتاعي، بس انت الراجل القوي يا جمال. قال له متشكرين والله، وصلت الرساله. فلازم تتكلم وانت رافع رقبتك لفوق كده مع كبار رجال بريطاني، دي اسمها ايه؟ فنون المفاوضات. مش هات كرتونة المعلومات يا راغد اديها للحاج. مبسوط يا حاج رالف ايكيوس؟ ربنا يخليك ويعلي مراتبك وتبقى حمار يا حبيبي. الاستاذ الملك عبد الله قبل ما يبقى ملك عبد الله ومال طيب السيد بقى الرئيس، شوف النظرة، شوف الراجل، شوف العبقرية. يقول لك ايه؟ طبعا دي قيادة متينة من قيادات الولايات المتحدة الامريكية،
فالراجل بقى بيقول له: سعادتك بقى انت نائب طبعا احمد حسن البكري، جدتك تستحمل؟ قال له: مش فاهم جدتك تستحمل يعني ايه. قال له: انت فاهم ما تغيرش الموضوع، يعني انت الوقت لما تيجي في المقدمة والصدارة بدل الراجل ده تتعاون معانا؟ قال له: بقول لك تشرب شاي. قال له: سيبك من الشاي بقى صدام، وبعدين ابو عدي، طيب يعني هنبقى مع بعض ان شاء الله، اصل انت مش هتقعد مكانك، انت صاعد ونجمك جاي وانت مش ساكت. قال له: الحاجات دي اعمار بقى، واطلبوا اذكروا محاسن موتاكم. قصدك انك هتموت احمد حسن الباكر؟ قال له: ده القائد بتاعي. قال له: احنا ما بقولش، ما انا عارف يا سيدي، بس انت اللي جاي بقى. قال له: حد بيسبق المستقبل؟ ما نسبقش الاحداث، واحنا بنصنع الاحداث ما بنسبقهاش حضرتك. قال له: ايوه بنصنع الاحداث. طب انت هتصنع ايه حلو ان شاء الله للاستاذ احمد حسن الباكر؟ قال له: يا راجل ده شان عراقي، ده راجل، ده القائد بتاعي والرئيس بتاعي، وانت راجل، انت راجل صديق. قال له: بجد؟ قال له: اما قال له: مستر صدام يو بيست فريند؟ قال له: انا بيست فريند. تتغدى بقى ان شاء الله عشان نقوم نمشي؟ قال له: لا ادينا كلمه بقى، احنا عاوزين نبقى مع بعض باذن الله سياده الرئيس. قال: انا لسه مش رئيس، انا نائب. يقعد يتوه الراجل في الكلام، مش قال له بقى: كرتونه المعلومات للجنرال الله لا يسيك يا عدي، هات يا ابني من تحت السرير نقولها لعمك. ده اسمها عبقريه التفاوض. في النهايه تبقى مأمن نفسك، محدش هيهاجمك، وحققت وضعك، وهم على الجزمة، بس هم يقولوا عليك ايه؟ بيست فريند. عشان كده هوري لحضرتك دلوقتي امريكا بتقول على الرئيس صدام انه بيست فريند، في حين ان الرئيس صدام ده بيست فريند ولا حاجه. بس قبل ما اوريك، عشان اوري الرغد واوري للعالم، دي بصمات وامضه اللي قالوا عليه صدام حسين في المحاكمه. أنا جايب صورة من بصماته. المعلومات غالية في سوق المعلومات. دي صورة من البصمات بتاع المذكور فواز العمير. أنا عارف إن اسمه العماري، واحد بيقول لي اسمه العماري، ما أنا عارف، بس أنا بقول كده يعني، وهو بيتقال عليه كده. المهم، فدي بقى البصمات بتاعته أثناء المحاكمة، وده الإمضة اللي هو بيمضي صدام، مش إمضة صدام دي. ما علينا يعني، تمام؟ طيب اهو، ده بقى ليه؟ ده توقيع السيد الرئيس اللي ورته لكم قبل كده في الخطاب اللي كان اعطيه الوزير الخارجيه بتاعه عشان يحضر الايه؟ اللقاء، الاجتماع بتاع جده بتاع الكويت، تمام؟ وده البيست فريند، الرئيس صدام بيست فريند، ماشي؟ الرئيس صدام. ودي بصمات الاخ اللي كانوا ماسكينه يقول لك صدام. ماشي. فلازم نبقى عارفين ان السياسه لعبه تحتاج لعباقره، ما تحتاجش لاطفال، ودي الرساله اللي احنا وريناها لكم، وقلنا ان لازم يكون ان ده توقيع السيد الرئيس. دي بقى الابتسامه والقبله ما بين الارنب والاسد ابن الاسد. اتفضل حسين كامل، ويقول لك ايه؟ طب مرض، طب مرض، طب مرض. يعني ينفع السيد الجميل ده فوزي عبد الحافظ ده اللي ورا رئيس السادات، ده مدير مكتب الرئيس السادات للشؤون الخاصه، امينه، ده صديقي يعني، راجل مقرب قوي، انا قريب منه قوي يعني، ينفع وهو ماشي وراه كده وده الاخ حسني، ينفع ان ده يفكر يبقى رئيس جمهوريه وينقلب على ده؟ ما ينفعش. انت راجل ليك دور، امين وراه وحارس ماشي كده خلاص، يقول لك هات لي اشرب، خلي بالك مين اللي جاي يضربني بالقلم من ورايا، مين اللي بيشوشر ورايا كده، لكن تفكر تبقى رئيس جمهوريه؟ ده حد يفكر يخونه؟ الرئيس ده، ده يدخل حفره؟ ده عيب. يعني لازم يبقى عندنا وعي، لازم يبقى عندنا وعي وعقل وفهم وإرادة، لازم يبقى عندنا حسن تصور، لازم يبقى عندنا نشغل مخنا. أنا مش طالب زي ما قلت لحضرتكم حاجة غير إن إحنا نشغل مخنا وبس، مجرد نشغل مخنا.
مطلوب بس مننا ان احنا نفكر بشكل كويس، ان احنا يبقى عندنا تفكير جيد، ان احنا يبقى عندنا عقل وإرادة وإدارة وقيادة، ان احنا يبقى عندنا وجهة نظر، ان احنا أمة تبقى واعية، ان احنا أمة تبقى مدركة وتعرف تكتب تاريخها بجد وتدافع عن قضاياها بجد وتعرف أعدائها من قادتها من كلابها من سادتها. في فرق بين السادة والعبيد، في فرق بين النبلاء والحقراء، في فرق بين العقلاء والمجانين، في فرق بين القادة وغير القادة. كل الشكر والإعزاز والتقدير والمودة. زي ما قلت لحضراتكم مش هتكلم تاني في موضوع حسين كامل ولا في موضوع بنات او احفاد الرئيس الا اذا اضطروني الى ان اتكلم، مش هيبقى كلام هتبقى خاتمه. كل الحب والاعزاز والتقدير والموده، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.